الرجاله جاهزين عندك فوق يا حسين؟ جاهزين يا فندم. الهجوم على اشاره مني. تمام يا فندم. جاهز يا منير؟ جاهز يا فندم. فلوس يا ابو رعي. عين ابو العز باشا. الهجوم لما العد يوصل واحد. لحظات ويبدا عام 2012. ستر يا معلم. عليهم بالعربية. خير يا باشا؟ في ايه؟ مش عارف في ايه؟ ابدا يا باشا، احنا بنغير فرد الكاوتش، جم الناس الطيبين دول يساعدونا، فجأة لقينا ضرب نار. شكلك بتتفرج على ام بي سي اكشن. لا وشرفك يا باشا، بتفرج على روتانا زمان. طب اثبت اهو يا باشا، ثابت. خد الظريف ده، خدوه. الحقني الحقني يا سالم بلا اتمسكت. انت كمان هتتكلم في الموبايل؟ يا باشا سعادتك، انا ببعت رصيد للمدام. قدامي حيرني الشوق ليه بس يا قلبي، بص لفوق بص لفوق. ايش ده بقى؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير. فرحان؟ ها؟ لا فرحات. انت تستهبل؟ طب والله العظيم تلاتة اسمه فرحات، هو انا اقدر اكدب عليك يا باشا؟ طب هات رخصك يا فرحات. عناية يا باشا، عناية. ده عقد العربية ودي الرخص يا باشا. الو يا سيد، الحقني، انا اتمسكت. الله الله، اشوفك هنا تاني بالليل. اهو انت. لا يا راجل معلش، صحيتك كنت بقى هناك دي. ايوه يا راجل صباح الخير. انا بقيت اجيب فلوس تاني. استنى ايه؟ واحنا جينا عشان نستنى هنا. لا يا سيدي استنى. يا سيدي استنى ايه؟ ده وقت، استنى هحكي لك. تعالي تعالي. السوسته ايه؟ هي فين السوسته؟ انت غيرتي مكانها. ده وقت مفاجاه يا بنتي. تعالي بس هقول لك. لا الناس تشوف. شفنا ايه؟ احنا في امن مكان في مصر. تعالي خد. ايه اللي جاب الالترا هنا؟ بتتفرج عليها؟ اجري يا بنت الفقريه، محافظه الجيزه بتتفرج. جرى ايه يا عم حسام؟ انت ركبت ولا ايه؟ يا فندم والله انا ما عملت حاجه. ايوه بس اخوك عمل. والله ما لحقت. انا هحكي لسيادتك اللي حصل بالظبط. انا دخلت لقيتها مغمى عليها وممدده على الارض، خفت بقى تبقى قاطع النفس، حطيت راسي على صدرها كده يا فندم، لقيت العفريته فيها نفس، شكيت قلت اعدلها بنفسي عشان اتاكد. وانا بعدلها يا فندم صدرها جه لا في صدري، لا يا باشا، ببص ما لقيتش وش، لقيت شعر. انا اتخضيت بقى، قلت ايه ده؟ اتاري شعرها مغطي على وشها. رحت زي خصلة الشعر من على خدها. بص يا باشا،
ورحت نازل بايدي على رقبتها اشوف في نبض ولا لا زي الافلام. لقيت رقبتها دي يا باشا نار نار. وبعدين اتلسعت لسه بقى هحط شفايفي على شفايفها عشان عشان اعملها تنفس صناعي. سيادتك دخلت وبوظت كل التجهيز. قصدي يعني لما شافت هيبه سيادتك فاقت. بلا فاقت بلا زفت. خد اخوك وتفضله بره. بره ليه بس؟ طب حط نفسك مكاني. سيادتك في مكان ضلمه ومعاك واحده زي القمر. اوام ايه؟ جسم ايه؟ بص يا سيادتك اسامه تعالى كده. بص يا سيادتك بص اصيد المدير نعرفه. بذمتك بقى يا فندم دي واحده حد يتخلى عنها ولا ما تتسابش؟ يا فندم البنت تعبانه وانا تعبان وانا كمان تعبان يا سيد. خلاص يبقى احنا الثلاثه عايزين مكان. بس ده فعل فاضح. فاضح ايه يا فندم؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله احنا اولاد ناس يا برنس الفن. ابونا الحاج مربينا احسن تربيه. الفرض ما بنفوتوش. احنا جايين نبهدل. الله. الو الو يا سيد الحقني انا اتمسكت. ما بيردش. الو الو الله انت مسمعني ولا ايه؟ انا بقول لك اتمسكت اتمسكت. انت كمان اهو الحاج اتمسك. مش بقول لك عيله تشرف. تخلص ورديتك وتروح على البيت عشان تطمن مرات ابوك اخوك. ما تجيبش اي سيره لحد ما اشوف اذا كنت هعرف ارجع بيه النهارده ولا لا. طب فهمني انت رايح له فين بس؟ فرك الكعب لحد اسماعيليه وهرجع لك. اسماعيليه؟ طب هتبعك بالتليفون. قول يا رب. عيله ما يعلم بيها الا ربنا. ايوه يا ابني انت فين يا سمعه؟ انا احلق في سماء المتعه الحرام. يعني انا في التمام واخر انسجام ومستني البيره بعد ما رفعت جوزين الحمام. لو ان انت محسس ان انا طالب برنامج براعم المستقبل. يا ابني انت فين؟ انا مسدوق فيك. خلصني. البنت برضه بتقول لي ان انا زي القمر. واخلصك ايه؟ ده اللي مسدوق ده بقى جامد قوي سايكو. الله يحرقك يا ابني. ركز يا ابويا ممسوك في اسماعيليه. عدي عليا خدني من عبد المنعم رياض. هم ساعتين زمن هنروح اسماعيليه رايح جاي. هذا الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود في نطاق الدنيا. حاول اتصال لما فوق لك واخلص المكرحه اللي في ايدي. يا واطي يا جزمه. هعمل ايه يا رب بس دلوقتي؟ وحشتيني. وانت كمان. ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا. ممكن تقولي لي بحبك بجنون يا سمعة وتهزي شعرك جامد؟ بحبك بجنون يا سمعة. لا هو يا أمّا إنها الخطيئة بجواري. يلا بقى. بتعرفي تسوقي؟ يلا يلا بينا. يلا بينا. رايح فين؟ اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره بس مش عارف اتاخر ليه. ثاني حد غيري؟ اه صحيح. الله الله يا لهوي. هو انا كان ادخل في العربيه. ثانية واحدة. حاسب راح. ثانية واحدة وجاي. استني واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. السلام عليكم. اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره وما رجعش. هو فين؟ كل سنه وانت طيب يا برنس الاسفلت. وانت طيب يا حبيبي. على فين بقى ان شاء الله؟ مشوار صغير كده بس. اسمع ليه رايح جاي. اسمع ليه رايح جاي؟ ايه سافرت منك ولا ايه؟ لا هتسافر معايا. بقول لك ايه، انا مش ناقص وجع دماغ. حياة ابوك اول ما توصل قدام اسم اول اسماعيليه وحياة ابوك يبقى صحي. اسم اول اسماعيليه هو الباشا ما بحث. ده انا بموت في الاسماعيليه. وماله بيجري كده ليه؟ هلا بالراحه يا ابني. البوكس عليه قصاد. ابو العز بيه اطمن. أبو يزيد بيكلمنا والموضوع هيخلص النهارده. ولا يهمك مطمن على الآخر. أحب أعرفكم بالأستاذ سامح المحامي بتاعي، وده محمود وحسين اللي قبضوا عليا. قوات خاصة زي العسل. مفيش كلام مع المتهم. إحنا دفاع المتهم. ولا كلمة زيادة. نزلوه نزلوه. يا عم أنا مش محتاج حد ينزلني. أنزل لوحدي وأنا فوق شجرة أهو. نزل. ضيعتوا علينا راس السالة النهارده. أبو العز بيه اطمن. محامي واحد بس اللي يدخل. باقيين بره مش عايز اسمع لهم صوت. يبقى انا بعد اذن الزملاء. بعد اذنكم.
استناني هنا يا برنس الاسفلت. باشا انت هتتاخر كتير. انا عارف لسه. هو عمل ايه في الليله السودا دي؟ ربنا يستر. هو مين ده يا باشا؟ دخل في شغل مباحث وادي نفسك في 60 داهيه. يا جدع انت بتستعبط؟ تشوف مين وتتكلم مع مين؟ طالما ممسوك يبقى انسى. ها؟ برنس الداخليه يا باشا. ابويا ده لا بيهش ولا بينش، اكيد متاخد غلط. الحكايه كلها بس اقعد معاه افهم ايه المصيبه اللي جاي فيها عشان اعرف اتصرف. انت قلت لي اسمه ايه؟ فرحات ابو دومه. فرحات ابو دومه. الله يبارك لك. فرحات ابو دومه، فرحات ابو دومه، اهو فرحات ابو دومه. اتمسك بسجاره حشيش وعربيه مسروقه ورقها مضروب. بقى مش عيب يابا، يبقى ابنك سايب بشريه اللي ضارب نص شهادات الدكتوراه اللي في البلد وتتمسك بورق عربيه مضروب؟ عامل لك يا سيد، ما انت حراق. الورق اللي انت كنت هتضربه ب 2000 جنيه انا بسبسته بس 500. انت هتسيح لنا؟ بسبسته ب 500؟ عامل لي ناصح يابا بتوفر؟ ادينا هندفع اللي انت وفرته ثلاث اضعافه للمحامين، ويا عالم يا عالم هيدوك حكم قد ايه؟ شمتان فيا يا سيد؟ مش قوي. مش القصد يابا، دي مساله مبدا. وبعدين لو شمتان ما كنتش جيت لك. بس مش سيد اللي يعمل كده مع ابوه. قول لي اكلت حاجه؟ لا انا بصراحه ربنا كده على لحم بطن الصبح. طيب سيبني بقى انزل اشوف لك شويه فول وطعميه كده اظبطك في المكان اللي انت. ايه؟ بهزر يابا، ادعي لي الاقي كبابجي فاتح السعادي. شاكرين لحد الصوت. لا فاتحين، ما تنساش السجاير يا سيد، اجنبي وحتى ابوه. اقول لك الحق يابا؟ ايوه انا شمتان فيك بقى. من امتى انت بتسجر اجنبي؟ هتتلك وانت في الحجز؟ تحب اجيب لك حاجه عشان الدايت اللي انت عامله يا فرحات؟ ماشي يابا. تمام يا باشا. لسه معاصلك ابن اللذينه مش عايز يعترف. قال ايه؟ البيع عايز كباب وكفته. ايه؟ ايه المتهم ابن المره؟ لا لا ليه الشتيمه؟ امه ملهاش دعوه باللي حاصل. اطلع لي على احسن محل كباب وكفته في اسماعيليه. وسيادتك اللي هتجيبه له بنفسك؟ طب ما كنت بعت معايا اي عسكري يعني. يا ابني الراجل ده مستهدف، يعني ممكن اي حد يسمه، لازم امنه بنفسي، وانت عارف خيار مخلل، طحينه، انت هتعرفني شغلي؟ عندك. اطلع عندك استرها علينا وعلى مصر. مساء الخير يا باشا. شكل سيادتك مشغول يا باشا. السلام عليكم. هكلمك تاني. استنى عندك. تعالى. أمرك يا باشا. عايز إيه؟ ولا حاجة سعادتك، يعني طلب تافه كده، بس لقيت سيادتك مشغول فاحترمت نفسي وقلت أمشي. مالك باصص في الأرض كده ليه؟ خجل. يعني هيبة سعادتك يا باشا، اللهم صل على النبي. وبعدين العين ما تعلاش عن الظابط، معروفة. ولا عشان اتقابلنا قبل كده وخايف افتكرك؟ يا باشا مقابلة سعادتك شرف يعني، بس انا لا استحق مطلقا. طب يا خفيف، طلع لي كل اللي في جيوبك وحطهم هنا على المكتب. انا اتقلب كده عادي في الاسم. سمعتني؟ حاضر يا باشا اهو. حاضر يا باشا. معقولة؟ ورقة ب 200 واحدة بس اللي معاك؟ فضل وعدل يا باشا. حد لاقيها اليومين دول؟ طب شوف بقى كده في كعب الجزمة ولا شراب ولا هيئة الفانيلا. هيئة الفانيلا دي بالذات يا باشا بقى محتاجة حاوي عشان أحط فيها فلوس. هو فيها يا باشا؟ أنا كل اللي أنا عاوزه بس أدخل أبوها الكفتة قبل ما تبرد. حاضر يا باشا. سيجارة؟ ما بدخنش سيادتك. مش علبة سجاير دي ولا انا ناظر ضعف؟ لا دي امانة يا باشا. امانة؟ زي خجل. امانة وخجل. قلت لي انك عاوز تدخل لابوك الكفتة قبل ما تبرد. ده اذا ما كانش ضايق سعادتك. لو الموضوع ده يضايق سعادتك انا ممكن اقنعه يصوم بكرة، وحتى ياخد ثواب ينفعه في اخرته يا باشا. بطلت تضرب ال 200 جنيه من امتى يا سيد؟ من 10 سنين واكتر سعادتك. سعادتك تعرفني فعلا. سيد ابو دومه، شهرتك سيد بشريه. حد ينسى الظابط اللي جابه برضه عرب؟
دقق فيها كويس وما تخافش. نقطة الزاوية الحمراء. افتكرت؟ أنا عمال أقول، عمال أقول يا باشا من ساعة ما دخلت الوش نادر بيه. فين أيامك يا عفريت؟ أنا آسف يا باشا، قصدي يا باشا يعني. والله يا باشا كانت غلطة وطيش الشباب، ومن ساعة ما خرجت من السجن وأنا ماشي جنب الحيط. بص يا سيد، بصيت يا باشا. إيه رأيك بدل ما تدخل الأكل ده لأبوك، أنت تاخد الأكل وأبوك وتروح بيهم على مصر؟ والله ده يبقى كرم كبير من سعادتك يا باشا، أو اشتغالة. ما هو الكلام يعني سيد إحنا هنهزر؟ مش معقول سعادتك يعني. أبويا ممسوك في كمين بعربية مسروقة، ورق مضروب وفي بق سجارة حشيش، وتقول له هاخده وأروح. ده لو بابا نويل مش هيعمل معايا الواجب ده في راس السنة. صح، تقدر تعتبرني بابا نويل. وركز معايا بقى عشان ما عنديش وقت. مركز يا بابا. ميري كريسماس يا سيد. اتغيرت قوي يا باشا عن ايام الزاوية. هابي نيو يير. بتعمل ايه يا حبيبي؟ ابدا مفيش. مفيش؟ مفيش ازاي نعم؟ احنا من امتى بنخبي الفناجين وسط الهدوم؟ ايه اللي حصل؟ انت شكلك تقلت العيار شويتين النهارده. المهم طمنيني عليكي. انت عامله ايه دلوقتي؟ لا انت كده فايق ورايق وعارف انت بتعمل ايه كويس. امال ايه اللي حصل؟ وايه حكايه الفنجان اللي انت بتخبيه ده؟ مش بخبيه، انا بس بشيله لغايه لما اشوف هعمل ايه. تعمل ايه في ايه؟ ايه الالغاز دي يا سالم؟ ما تقول لي في ايه، ما تقلقنيش اكتر من كده. ده الفنجان اللي شفته لي مها النهارده في الحفله. الفنجال بيقول ان انا هتقتل السنه دي على ايد حد من صلبي. يا ساتر يا رب، الف بعد الشر عليك يا حبيبي. ايه الفال المنيل ده؟ مش فال، دي حقيقه ما شافتها في الفنجال. وانت عارفه ما عمرها ما خيبت. تقول اللي هي عايزاه، الاعمار بيد الله يا سالم، ربنا كبير يا حبيبي. معقول يا ربي؟ معقول؟ معقول لما حلم اني خلاص هخلف ولد قرب يتحقق تحرمني منه؟ أنا بعد ما أمي خلفتك واتمنعت من الخلفة بعديها ما فكرتش إني أتجوز عليها، مع إنها كانت عارفة كويس إني كنت عايز ولد يكون سند ليا وليكي. بس أنا خلاص كنت رضيت باللي قسمهولي مقسم الأرزاق لغاية لما شفتك عند أبو اليزيد. وأول لما شفتك حسيت إن الحلم ممكن يتحقق وإن اسمك يا سالم ما يموتش. ولما بشرتيني انك حامل صليت، يمكن دي كانت تالت مرة اصلي فيها في حياتي. صليت ودعيت اني يبقى ولد. ولما بشرتني اني ولد ما وصفلكيش حسيت بايه. حسيت بالعزوة، بالقوة، وان اسم سالم الجرح هيكمل. بس معقول يبقى من صلبي وهو اللي هيقتلني؟ طب انا موافق، بس هو يجي الاول. انما هيقتلني ازاي السنة دي؟ أنا عمري ما سألتك السؤال ده قبل كده. يمكن كنت بهرب منه عشان ما افتحش موضوع ممكن يسبب خلاف بيننا، لكن دلوقتي لازم أسأله لك. أنت زعلتي لما اتجوزت بعد ماما؟ وش معنى النهاردة؟ وإجابتي هتفرق مع حضرتك في إيه؟ ردي عليا يا بسنت. بابا ريهام حامل وخلاص هتولد، يعني سؤال حضرتك متأخر. هي اشتكت لك مني في حاجة؟ طب والولد اللي هتولده ريهام أخوكي، لو أنا جرالي أي حاجة هتربى في حضنك وتخافي عليه وتحميه عشان هو كمان لما يكبر يبقى سندك ويحميكي؟ بابا أنا مش فاهمة لازمته إيه الكلام ده. حضرتك عايز تقول ايه؟ عايزكم تحبوا بعض، تخافوا على بعض، كأني عايش وموجود في وسطيكم. ايه بس يا حبيبي اللي هيفرقنا؟ وانت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ انت واقف على رجلك من الصبح، ما تخليش شوية كلام اتقال في الهوا يعمل فيك كده. ده مش كلام في الهوا. برضو التفكير والسهر مش حل. تخش تنام دلوقتي وتستريح، وبكرة ان شاء الله على رواق نشوف هنعمل ايه. ربنا يهديك.
اصحى صحصح منك له. يلا قوم. بعدين بقى على القلق ده على الصبح، واحنا رايحين المدرسه ولا كنوش حضرتوا الفطار يعني وخايفينه يبرد؟ لا يا خفيف، الفطار هيحضره لك وكيل النيابه لما تروح له. نيابه؟ يا نهار كحلي. بقول لك يا باشا، انا عايز اقابل نادر بيه حالا. انت فاكر ان نادر بيه فاضلك انت لوحدك بس؟ لا، ما هو لازم يفضلي والا هطح نفسي عليكم. روح قول له سايب بشريه عايزك في مساله حياه وموت. والله والله ايوه، انا بفشر عليك واتكى قوي على حياه وموت دي وهو هيفهم. حاضر، فوق يلا يا اخوانا، انا راجع لكم تاني. الله، في ايه يا سيد؟ باشا باشا يا موجة سيبيني انام شوية. موجتين اللي هيجيبها هنا، اصحى يا باشا. تعالي تعالي بس في حضني شوية. يا عم انت بتتحرش في المنام. سيد يا ابني ما ترد عليا، في ايه؟ كمل نوم انت يابا، ولما موجة تيجي هبقى صحيك. باشا يا سيد استنى وافهم. افهم ايه بس يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على نيابة سعادتك. دي محاولة أخيرة. بص يا سيد، أنا هحطك في كلبش واحد مع أبو العز الضفراوي. عرض النيابة ده هيبقى مجرد إجراء سوري عشان ما يشكش فيك. ودينا بنعمل محاولة أخيرة، يمكن تعرف تطلع لنا منه بمعلومة. صدقني يا باشا، أنا حاولت. ده طلع راجل حاويت قوي، فرهدني جنبه طول الليل، ما طلعتش منه بشيل الحرنكش، طلعت بمهجة. تنفعكم مهجة دي؟ لا طبعًا ما تنفعناش. أنا من الأول وأنا قايل لك إنك هتعمل محاولة، وإنك يا سيدي مش ملزم بحاجة لو فشلت. ولما قلت لك إن الموضوع ده بالنسبة لي مسألة حياة وموت، أنا كان قصدي كده فعلًا. سيد، أنا جوز أختي رائد شريف مات إمبارح وهو بيحاول يقبض على الراجل ده، وساب لي ثلاث أطفال. أنا ملزم قدام ربنا وقدامهم إني أجيب لهم حقهم، أو على الأقل أعمل اللي عليا عشان أجيبه. ها، قلت يا سيد. طب والحاج مش هتكلبشوه؟ كلبشات خلصت يا ابن المحظوظة. الزاوية كان عايز منك إيه؟ مفهمتش. مش فاهم حاجة من العالي والرعاشات اللي بتديهم لي في عينيا دول. طب مش تقول إيه لازم بعين اليمين؟ ابن سعد الراجل ايدك معايا؟ ايدك يا عم معايا. ساتر يا رب يا ساتر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تعالى يا باشا. ايوه ايوه. لا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله. يلا بقى. باشا باشا تعالى يا باشا. تعالى يا باشا. انزل. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا لقيت الضرب اشتغل، خدت العربية على جنب، بس أنا قلبي كان حاسس إن ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا. وزارة الداخلية مش هتنزلك الجميل ده أبدا يا برنس الأسفل. اركب يا باشا. هو مين ده يا باشا؟ ده المتهم اللي جبنا له امبارح كباب. بمناسبة بقى إن ربنا نجانا، عايزين نجيب له النهاردة رز بلبن. ربنا يستر عينه على مصر. الحمد لله على السلامة يا سيد الرجالة. مهجة حياتي. هو أنتِ مهجة؟ استلقي وعدك. بيسأل عليكي من الفطار. الحمد لله على السلامة. ينن عينيا والنبي، ولا مليون نجفة كانوا هينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي. إيه الأداء المبالغ ده كده؟ لو تعرفي وحشتيني قد إيه يا مهجة الروح. كانت أسود راس ليلة سنة في حياتي، بس الحمد لله العيال خلعوا بالبضاعة والفلوس. فده كنوز الأرض
يا سيد الرجاله. طب ده انت الليله في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي. والنبي انا اول ما جاني الخبر صوت اتنبح من كتر السويت عليك، فقعت لي مليون يا لهوي على 2 مليون يا خرابي. حبيبه قلبي يا باشا الكلام مبالغ فيه، اما بالنسبه للارقام انا سايبها لك تراجعها انت بقى مش هتكلم. بقول لك ايه يا بيبي، ما تقوم بينا على الحمام، مليت لك فل وورد وياسمين وفيهم مهجه كمان. هو انا لسه استنى الحمام، احنا نخش على عشينا وبعد كده نبقى ناخد غطس براحتنا. يلا بينا يا بيبي لحسن انا مش على بعض. هلوم بينا يا عم. انا هلوم معاكو ولا بالنسبه للمحرم ده؟ هو المنزل ده ظروفه ايه بالظبط يا باشا؟ يا لهوي مين ده سيد الرجاله؟ عندك حق، انت يا سيد اللي جابك هنا؟ ازاي هيكون ايه اللي جابني يا باشا؟ انا جايب خاطري يا كسوفيانا. طب والله كدابه، ده انت كنت هتختصب الراجل قدامي كل ده على ليله قضاها في الحجز. امال لو كان الراجل ده خد تأبيده كان ايه اللي جراله؟ معلش يا سيد اسلموا يا خديت. تفضل. بسم الله ما شاء الله، ايش الجمال هذا؟ مطره، شايفه مطره على سما صافيه. خير ان شاء الله، ما فاضل غير انك تمد يدك وتقطف زرعتك. زرعتي؟ اي زرعتك، شغله كبيره بس مقضية بأمر الله. أرض، في أرض قدامي سعرها هيزيد والخير جاي على الطريق إن شاء الله. طب يعني مش شايفة خطر؟ يعني موت، حادثة؟ إيش كف الله الشر اللي بتقوله؟ أنا شايفة في الفنجان إن السنة هادي وشها حلو عليك، هتشتغل شغل وتكسب مكاسب أكتر من اللي كسبته طول حياتك، هذا في الفنجان. شفت بقى؟ شفتي إيه؟ مش ممكن الكلام اللي بتقول عكس الكلام اللي اتقال عن نفس الفنجال. انا ما اقول شيء غير اللي شايفاه قدام عيني والله شاهد علي وعليك. ما مش ممكن الكلام ده ريهام. نعم. خليهم يعملوا لي فنجال قهوه تاني عشان الشيخه نوره تشوف. لا اله الا الله. طب ايش اسوي؟ ايه اللي عندك؟ اكدب عيني ولا اقول لك كلام كذب يريح بالك؟ والله يا جماعه والله والله ما شايفه في الفنجان غير كل رزق وبراح والحمد لله، ما شايفه شر ولا غيره. حقك تذبح لوجه الله جمل ولا اثنين شكر لله. انا ما قلت الا اللي شفته بعينيا، لا في قتل ولا خطر ولا موت. كفانا الله شر الموت والخطر لا في الفنجان الاولاني ولا الثاني. غريبه. لا الغريب إن جيت الحق قولك بإنك حبلة في صبي، وأنا اللي شفته في الفنجان إنه شايل بنية. طب اتفضلي حضرتك استنين في الجنينة وأنا هحصلك. ما تعوجي عليا، ينتعك الله بالسلامة. حاضر، اتفضلي. حلوة يا سيد. شد يا مرات أبويا. يا سيدي يا سيدي، إيه صدرك الواسع ده يا مرات أبويا؟ إهدى ورب النبي إلا حقوق الوالدين. سجد شدة فرحات. سجل شدة فرحات بقى. خش عليا. يلا اقعد فيها. يلا يابا اقعد فيها. الفحم هيطفى. بالراحة بقى بالراحة بقى. تعميلة حلوة يا سجل. شفت بقى بصراحة قلت لك ابنك هيدلعك. لا دلعني. أنا مش مصدق نفسي يا جماعة، أنا قاعد بحشش مع أبويا ومرات أبويا، ده إيه ده؟ إنها حقا عائلة قذرة. شد يا مرات أبويا. فرحات عزل. فرحات هناك يا مرات أبويا. كنت فاكرها هنا. لا فرحات هنا. شفت بقى؟ إيه؟ بقيت في نظرها حمادة سلطان. أيوة سيدي. عارف يابا لو دخلت وديتها ظهرك هتقوم تحلف بحياتك. شد يا مرات أبويا شد. اثبت. محدش حرك مكانه. وفي حد فيه حيل يتحرك يا ابني؟ الله. أنت بلغتي عننا يا مرات أبويا؟ والنعمة على عيني ما حصل. نهار اسود. يبقى انت فتشني. لا يبقى انت فيك شيء لله. يا لهوي يا لهوي، قلت لك روح البيت على مين يا اخويا؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اروح لك فين طيب؟ اجيب لك محامي فين يا اخويا؟ يا لهوي يا ناس بتقول يا ناس، يا ناس حد يقف جنبنا يا ناس، خشوا علينا الحكومة يا ناس. بابا يا لهوي يا فراغ. بس يا طارق ربنا يستر. روحتنا في الشارع يا اخواتي.
امني بالله ما حد فضحنا غيرك. خش جوه يا بقول لها تخش جوه. خش جوه الزبده مش وقت حندله. خش زبده ده هندلعها في الظروف المنيله اللي احنا فيها ديابة. وانت بتتفرجوا على اخواننا ده سوء تفاهم ويتحل ودي. البوكس ده عطلان ولا خير؟ ما تطلع يا باشا. فوت يردينا بالدنك والدنك مش راضي بينا. علا نحس ماشي. ربنا يعينك يا حاج. يلا يا جماعه يا الناس دي ملمومة عند بيت فرحات ليه يا زناتي؟ أنا بتفرجوا على التشريف اللي جاي تاخد فرحات وسيد ابني. على إيه المرة دي؟ بقى الشعب اللي هيقول الحكومة الأخبار. أنت مخبر مباحث قد الدنيا. شمشم وهاتلنا التايه. هتلاقيني بحاطة إيدك. باشا يا باشا يا باشا والنبي بطل خبط واخلص. عايز إيه؟ يا باشا سعادتك في سوء تفاهم وعايزين نلمه قبل ما يوسع. سعادتك خدتنا من الضل للنار. لا انا ولا الراجل ده عارفين تهمتنا ايه. ليه ما حدش قال لك في اسم الاسماعيليه اللي انتوا هربتوا منه ان الراجل الطيب ده كان ممسوك بعربيه مسروقه وكل الورق بتاعها طلع مضروب؟ حلو قوي. طب الراجل الطيب ده وغلط واتقبض عليه، انا ذنب ايه بقى اتاخد في رجلنا باشا؟ يا راجل والفلوس المزوره اللي انت اتمسكت بيها دي كانت ايه؟ وامضتك على اقوالك في اخر المحضر ده كان ايه؟ ها؟ امضتي؟ امضيتي مين بقى بيضرب ورق للدخلية دلوقتي يا باشا؟ انت هتهلفط في الكلام ولا ايه؟ واسكت بقى صدعت دماغي. يا باشا معاش ولا كان اللي يصدعك يا باشا. انا بس في مستقبل واحد هيضيع ظلم. موضوع المحضر ده عشان مهمة وطنية انا كنت بعملها لصالح وزارة الداخلية. مش عايز اسيح. انت عارف انت بتفكرني بايه؟ بأحمد زكي في ارض الخوف. يا باشا لو مش مصدقني تقدر تسأل نادر بيه عبد الغني. ودي المباحث في اسم اسماعيلية. هو مرتب معايا ومتفقين على المهمة سوا. مش بقول لك ان انت مصر انك تصيح عشان منقي نادر بيه دونا عن ضباط الاسم وجاي لي انا تنصب باسمه عشان انت عارف ومتاكد ان نادر بيه مش هيكذبك. يا باشا ويكذبني ليه اذا كان الموضوع كله تم على ايده سعادتك؟ عشان نادر بيه استشهد وهو بيدافع عن اسم الاسماعيليه. اصدقك انا ازاي بقى؟ مين ده اللي استشهد سعادتك؟ نادر بيه عبد الغني. مات؟ يا نهار اسود. يعني انا وابويا هنقضي عمرنا كله في ارض الخوف ولا ايه؟ عايزك أسأل. بص بقى يابا على ميه بيضه كده وش. انت عارف وانا عارف ان انت ممسوك متلبس صح؟ صح. وانا ممسوك ظلم وانا اساسا كنت جاي اخلصك من اللي انت فيه. لقيت نفسي لابس في شجره. ارجع مكانك يا باشا. بس معلش بنتكلم في موضوع عائلي قبل ما نوصل للمديريه. عايزك أسأل. العدل بقى بيقول ايه؟ بيقول يا سيد بيقول ان زي ما ساعدتك عشان تخلص انت لازم تساعدني عشان اخلص. صح صح. اول اشاره تيجي انت هتشوش ولا ايه؟ وانا بقول له حاجات قبيحه. ده ابويا انا بس هفهمه مصلحته. ويا رب يبقى فاهم. يا رب يا رب. مالك يابا؟ انا سيد. مالك يابا؟ مخلوق سيد. يا اخوانا مروح حصيني ولا مرير راجل بيروح مني؟ مالك يابا؟ يابا يا اخوانا مري ولا حاجه؟ يا باشا يا باشا. استنى يا ابن ادم اجري كده شوف الحياري. وانت مين؟ انا خلاص لقيتها. ايوه عيادة في الحي الشعبي. أيوة في الغردقة طبعا حطوب فيه. يلا قولهم بطلوا يدوروا عليها. سلام. اطلع بينا بقى مش ناقص غباوة دلوقتي. ألو. أيوة سيد. أنت فين يا سيد؟ أنا اللي فين يا ابني؟ أنت اللي فين؟ ما أنا مرزوق في الشارع مستنيك أهو يا سيد. يا ابني أنا واقف تحت التمثال. أنت فين؟ فين التمثال ده يا سيد؟ يا نهار أسود. التمثال اللي في الميدان يا سمعة. هو كمان في ميدان؟ انت فين يا سيد؟ هي ليلى. لا ما انا مش شايفك من الزحمه. بس امشي انت كده وشوفني. انت هتشوف زحمه مين يا ابني؟ ده مفيش غير في وسط البلد يا سيد. ما تدهناش بقى يا سيد. مش شايف حاجه. انا راكب. تعالى بس انا واقف اهو. تعالى بس بس بس. يا نهار اسود انت نايم في التاكسي. عيب عليك. انا ما نامش ومستني صعب عمري ولا في الشغل. تعالى بس انت. ما طالما بس خلاص انا قريت كده. رغي رغي رغي. انا قريت الليله السوداء اللي احنا فيها يا سيد. بقى ما انت مش عارف المنطقه وجايبنا ونستنى بعضينا.
ما لازم نتكلم من بعد يا سيد، وانا مش قادر يا سيد. وانت دلوقتي قول لي انت بقى كده وصلت لغايه فين؟ انا وصلت التاكس يا اخي. الله يحرقك، دي ليله برشم فيها. ايه نفحه من زبون، اقول له امي بالزعد حتى عيب. حتى عيب طبعا نفحه. ماشي يا صاحبي يلا. ازاي؟ ازاي ايه؟ واحد جنبه في تيسو ودريكسيون وطابلوه، هنروح نشتري جرايد. انت قصدك سواق. يلا بينا. عايز تعرف المول اللي شغال فيه اسامه؟ عارفه؟ عارفه. مش ده المول اللي انا حلقت لك فيه يوم راس السنه؟ طب ما انت فاكر. طب تصدق بايه يا باشا؟ بحق قولت لا اله الا الله، انا من ساعه ما هربت من البوكس وانا ما بفكرش غير فيك، وجاي وحاطط ايدي على قلبي ليكون البوليس سبقني يعني. ولا قدر الله، لا قدر الله. ايه؟ اتقبض عليك يا باشا. ايه؟ معايا 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 معايا. اتقبض عليا انا. الله يخيبك يا سيد. اللي اتقبض عليا انا ايه؟ انت قابض على مين يا سيد؟ انت عارف انت عند مين يا سيد؟ عند ابو العز الدفراوي، يعني اللي شتانه ينصب عليه ويحاول يهاوب من حزام المنطقه دي كلها. عارف هنعمل فيه يا سيد ايه؟ اول حاجه فوق الكلاب السعرانه، تاني حاجه فوق الاسود اللي في الجنينه اللي ورا دي يا سيد. والاسود دي بالذات بقى واخده على اكل لحوم البشر دول عن مخلوقات ربنا كلها. اللهم صل على النبي. سامع يا سمعه؟ والفوق التالت القناص اللي مرشعين في كل زاويه من زوايا القلعه اللي انت واقف فيها دي. والفوق الرابع والخامس رجاله الجريانوف والمدافع المضاده للطيارات. يعني ناقصني واحده اباتشي واحتل اي منطقه انا عايزها. ده احنا ولا ما نكون في فيلم صلاح الدين يا جدعان. وانا اللي كنت فاكرك بتبالغي. ليهم حق يركزوا مع الصراصير اللي زينا. انت هنا؟ ايوه يا باشا. في امن مكان في مصر يا سيد. وعشان انت جدع يا سيد وسبقت بالجدعنه، انا هعتبرك من رجالتي. ومن هنا ورايح خلاص بقيت في حمايتي انت والواد اللي فاتح بقه جنبك ده. اقفل. واحنا نطول يا سيد المعلمين، ده شرف لينا. الحكايه بس كلها كان يومين لحد ما الدنيا تهدى بره. تبقى باصص على قدك يا سيد. الدخلية بعافية اليومين دول، وعايزين يلموا اللي اتبعتر منهم، وهيفضلوا ورا المساجين اللي هربت منهم لحد ما يلموهم تاني، عشان يحسنوا صورتهم قدام الجماهير العريضة. يا نهار اسود. ايه ده؟ سمع. ايه وصلنا المستشفى ولا ايه؟ مساء الفل يا برنس الداخلية. ماله ده؟ أكل شوارع باشا واخده على المستشفى. طب اركن لي على جنب وطلع لي الرخص والبطاقة. حسين تعالى مكاني. والله يا باشا هتافي أنا وسمعة في المظاهرات، الجيش والشعب إيد واحدة. أنا شرطة يا خفيف. دي بقى بنقولها يا باشا يوم الجمعة بعد الصلاة في المظاهرات برضه، الجيش والشرطة إيد واحدة وتصف شعب سعادتك. طب انزل يا عسل أنت واللي جنبك ده. دفعة شوف لي الجدع اللي جنبه ده حكايته إيه. شوف بقى الله يخرب بيتك هنضيع. تقف هنا. ايه تهنا؟ ها تهنا ايه؟ وصلنا يا سيد. ما العماره اهي. انت هتستلوح بقى؟ انت تعرف حد ساكن في العماره النظيفه دي يا سمعه؟ عيب عليك يا سيد، عيب عليك بقى يا اخي. بقول لك 10 سنين بحالهم. لا اله الا الله. 10 وساكنين في العماره دي؟ جرايه سمعه. لا ما انا هقول لك يا سيد، ما هم قبل ال 10 سنين دول كانوا ساكنين في حته معفنه برضه زي حالاتنا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع ناخد القرض الحسن.
يا ابني استنى يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحه يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد. وشوف يا اخي يعني احنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا بشر ده انا سمعه مش اثر. مين؟ نهار اسود نهار اسود. شفت ده احنا غلطنا في الشقه. يلا بينا نجري. ما غلطناش يا سيد ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده احنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا. انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله. اه بس كده. لا باينه الشقه بتخرج بيا يا سمعه. تقول لي قرض حسن وانت واخد لي شقه ابن الله احرقك. انت بتتفرج عليها يا سمعه؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقه اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصه الوعظ دي وتسيب الوعظ للناس الصح. انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذه يعني في الخطيئه، احنا هناخد مصلحتنا وهنبقى من هنا. يخرب بيتك يا اخي، اخره المتمه الواحد جاي يستلف فلوس من شقه عرقانه. هنتشافها هنتشافها يا سيد. ولا مؤاخذة يعني يا سيد، يعني الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج؟ ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس. ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق. انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمعة. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعاد الدق. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعة المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعة صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عشت ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينيه السوداء؟ مش في مريض جوه دي وقتها؟ بتتودوا في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لولا حبيبتي. سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8 7 ايه؟ 7 ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه عافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعها على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام مش نافع اي حاجه. الـ8 يرجعوا بعد 6 شهور 10 ونص. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا 10500 جنيه. جرايه سمعه. ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدله الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعه دي. يلا. لولا. لولا ما هو. ها؟ لولا. كتير علينا يا لولا، ما تخليهم 9. 9 في الخير يا عينيا. والله احلف لك بايه؟ انا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي. لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا اخويا. اه ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوبايه في الكولدير. احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8000 جنيه قصاد الامانه، خلينا نخلص من الليله الغبره اللي احنا فيها دي يا سمعه. ابو العز بيه. ابو اليزيد اذا وعد اوفى باكثر مما وعد. طبعا صفحتك بيضه زي اللبن الحليب. امال ايه؟ القضيتين يا باشا طلعوا بشنج. لا 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 لا، ما هو سعادتك قضية الهروب مرتبطة بقضية المخدرات اللي في شنج. طبعا طبعا أجمل التهاني القلبية ويوم سعادتك زي العسل. لا لا لا، ما بين الخيرين حساب. رقم حسابي عند سعادتك. أه أيوة مظبوط مظبوط. دايما أجيب لك الأخبار الحلوة ودايما تبلغني برقم ايصال الاذاعه. الف سلامه. تسلم ايدك يا عشق السنين. انا وشفتك في العسل من ايدك بينقي السكر. اهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا عرب. والله الخير على قدوم الوردين يا سيد. اقعد اقعد بسم الله. مد ايدك باشا باشا. اقعد يا حبيبي. في حد قال لك يا سيد ان انت وشك نادي وادمك ادم خير كتير؟
كتير يا باشا، بس انا ما بركزش، ما بحبش اتغرب. والله عسل والله عارف. على وشك يا سيد، القضيتين بتوعي طلعوا في شنك، الهروب والمخدرات. الف مبروك يا باشا، عقبال ما ربنا يفك زنقه كل المحجوزين يا رب. بقول لك يا ابو السيد، انا هشغلك معايا من الاخر كده، انا بقيت بتبشر بيك وعايزك تبقى ملازمني على طول. ايه رايك يا موجة الروح؟ اللي تقوله امر واجب النفاذ يا سيد الرجاله. هو سيد بس قصدي يقول لك ان هو يطول ينور شرف خدمتك. وبعدين يا سيد، هو انت ما سمعتش عن المثل اللي بيقول من جاور ابو العز يسعد؟ وبعدين يا بيبي، زي ما هو وش حلو عليك، انت كمان وشك بكره هيبقى شمس وقمرين عليك. ايه رايك يا ابو السيد؟ وانا لحقت قصدي يا باشا، يعني هقول ايه بعد اللي اتقال؟ يا رب بس يا نور حسن ظنك فيا. قعدهم في الصالون المودب لحد ما اجي وشوفهم يشربوا ايه. تعالى معايا عارف، ولا انت لسه ما خلصتش اكل؟ لا، هو في اكل بعد ايه؟ قطع ايده اللي تتمد على لقمه بعدك يا سيد المعلمين. اتفضل، انا في ظهرك. تعالى يا سيد. اتفضل يا باشا. اللهم صل على النبي، يا صلاه النبي احسن. على مالك يا عبد الحميد؟ اوعى تزق اختك من على السلم. اهلا وسهلا بالمعلمين. نورت يا قرش. الحمد لله على السلامه يا معلم ابو العز. كفاره وش كده؟ نبيع العشره والايام؟ كان هيجرى ايه يعني لو كنت بعتي حتتين الصيغه اللي في ايديكي دول ووقفتي جنب راجلك؟ ما شاء الله، ما ناقصش غيرك يا معصوفه الرقبه اللي تديني انا حكم ومواعظ. وانا اقدر، انا بس كنت خايفه على شكلك قدامه بعد ما يخرج. ده لو خرج. بعدين بقول لك ايه يا حبيبتي، يا واكل قوتي يا ناوي على موتي، يا واكل ذهبي يا ناوي على تعبي. وبعدين الراجل الصعبان عليكي ده مش مخلف رجاله؟ ما يقفوا جنبه يا حبيبتي، ما يتصرفوا، ولا باصين لي انا في حتتين الذهب اللي في ايدي. اشتغلي اشتغلي، خلينا نخلص. انا لولا اللي حصل كنت جبت لكم الحاجه لغايه عندكم. يا معلم ابو العز، الرئيس بتاعنا ما كانش قلقان على فلوسه. قسما بالله العلي العظيم، الكل كان قلقان على جنابك. اتفضل يا معلم. قول له ما تخافش على ابو العز. طالما النية صافية تبقى مقضية بإذن الله. تحب نستلم إمتى وفين؟ الخميس اللي جاي هحمل البضاعة وأبعت لكم إرسال يبلغكم على المكان. صح الكلام يا قائد، الحيطة والحذر واجبين اليومين دول. معلش، اللي تقرس برة يهرش اللي بعديها. واجه سلامة سيدي المعلمين. ألف سلامة يا رجالة، نورتوا وأنستوا. سلموا لي على المعلم الكبير. يوصل ان شاء الله. مع السلامة. يا سيد، جهز نفسك بقى لأول درس عملي بالنسبة لك. هتطلع معانا طلعة الخميس اللي جاي دي، وأنا متأكد ومتفائل وحاسس إن ربنا هيكرمنا بسبب وجودك معانا. على الأقل تعوضنا المرة اللي فاتت. قصدك العملية اللي راح فيها أربعة من رجالتك؟ الله يرحمهم بقى. محدش بيغلى على الخلق. وعايزنا ابقى الخامس؟ لا يا باشا، لحد كده واحنا حبايب، العمر مش معزقه. يعني ايه؟ يعني يا باشا انا جاي ابدا حياتي، مش انهيها. لو عايز تخدمني بجد يا باشا، شوف لي شغلانه في حته امان. اهم حاجه في الشغلانه ما يكونش فيها الله يرحمها. ايه ده؟ حاسب بقى؟ اوف. ايه ده؟ لا مؤاخذة، حاجة بسيطة جدا. انت ما شفتنيش انت وانا في سريري بقى. بس اقرك يا شيخ، اقرك طول الليل، اتقلب اتقلب زي عقرب الساعة. بس بقى. بس ايه؟ الله، شفت اللي مصحياني؟ انت محيك دي. صحيتك عشان كان ناقص ثواني وتبقى قاعد على رجلي. خسارة. نعم؟ بقول لك ايه؟ انا فاضل قد ايه نوصل الغردقة؟ يوه. خلاص، ما هتخنق علينا. يا نهار اسود، انت لسه هتصوتي؟ ده انت فقر. ساترك يا رب. هتسمعوا الكلام، ما في حدا يبوظ. بقول لك ايه؟ طلع كل اللي في جيوبك. ليه؟
حطيه في ظهر الكرسي هنا أأمل مكان في الأوتوبيس. خلاص حاضر حاضر. قولي زي اللي هقوله بالظبط. حاضر. وانت نزل الركاب مصروا وصواح نزل كله هم. سمعتوا الكلام؟ كله ارفع ايده لفوق وانزل من الأوتوبيس. والله بسرعة. اللي معاه فلوس موبايلات ذهب يحط كل حاجة في الشنطة كل حاجة. شو قلت لك؟ أأمن مكان. باص ايش تقول؟ يعني ما معيش حاجه يا باشا. والله انا عجلت، انا اساسا راح ادور على شغل. وانا كمان والله راح ادور على شغل. لا ازاي بقى، ده انت بدوي وبتفهم في النخ وهتفتش واحده ست. ارفع ايدك. ايه ده انت هتعمل ايه؟ حره خليهم هما يفتشوا في جيوبك. انا مش معايا غير دي والله. وانت هات الشنطه. بقول لك هات الشنطه. كيفيها كمبيالات؟ كمين بالله هتخرب بالنار يا حاج. هات الشنطه. يا جماعه مش كده الرحمه، ده راجل كبير. خليك في حالك انت. اديهم الشنطه كبير. ما اعملش كده. بقول لك اديله الشنطه. قبل الاتوبيس والموبايلات والفلوس ومشي. مش قلت لك ده امن مكان؟ انت كويس يا حاج؟ انت كويس؟ كويس ايه بقى؟ كان لازم تثبت في الشنطه، كنت اديها لهم من سكات. يا نهار اسود. عيطيش يا بنتي، ان شاء الله جوزك هيقوم بالسلامه. ده مش جوزي ومش بعيط عليه، انا بعيط على تحمشت العمر وهدوم اللي راح. واطيه واطيه. كتر خيرك يا حاج، مش عارف اقول لك ايه والله. وانت يا ستي بس بقى، ما كانوش 2000 جنيه عمر. يا سبحان الله، انت بتعيط على 2000 جنيه؟ امال انا اعمل ايه؟ الشنطه اللي خدوها مني فيها 186,000 جنيه. ايوه بس دول كل اللي معايا، لكن انت عندك غيرهم. لا اله الا الله، دي جايه تقر على الحاج. بابا في ايه اللي حصل؟ مالك يا حبيبي؟ الحمد لله انا بخير، بس كل الكمبيالات اللي معايا اتسرقت في السكه. معلش مش مهم، المهم ان انت بخير. الحمد لله. بابا هما مين الناس دول؟ هحكي لك في السكه. يلا يلا يا اولاد. يلا حاج. يلا اركبوا. هنروح على فين؟ انت حاطه التنكي هتعملي فيها ليمونه في بلد قرفانه. اركبي. ده ايه المناحه دي يا رب؟ تعالي ما تقلقيش، تعالي. اركب يا حاج. المهم ان انا اطمنت عليك. بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حساب، ده راكب بتوع الغردقه. انت اللي خسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه؟ الراجل اللي انت بعته لي جاي ترزار، لا معاه بطاقه ولا تحقيق شخصيه. اه بيقول ان اتثبت في الطريق وهو جاي. انت يا جدع انت خليك معانا. وانا اقول الكهرباء الا اللي في البلد. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ولا شارع عبد العزيز. امورنا يا فندم. معاك اهو ابو العز بيه. الو يا سيدي المعلمين، شفت اللي جرالي؟ قلبوني يا باشا، ما سابوش غير الهدوم اللي عليا. حاضر يا سيدي المعلمين، من النجمه هقوم اعمل بدل فائد والله. بس طمن الباشا من ناحيتي، ربنا يخليك يا سيدي المعلمين. اتفضل. ايه يا ابو العز بيه؟ والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد بقى يعني قبل ما تقفل. حاضر يا ابو العز بيه، من عينيا، مع السلامه. ما قلتلوش ليه؟ انت هترغي؟ عادة المرتب هنا 1200 جنيه، عشان خاطر ابو العز بيه هعملهم لك 1350. عداك العيب يا باشا. اكلك هنا واقامتك في سكن الجردات مع زمايلك. زي الفل، فضل ونعمه. واقف ليه؟ اتفضل. ما انا ما كنتش حابب اقعد قصاد سيادتك، لكن لو حضرتك عايز ده حاجه. انت بتعمل ايه؟ اتفضل بره. اسال على واحد اسمه زمزم هيعرفك فين سكن الجردات، فيلا 312. فيلا و312؟ شوف يا باشا، الهي ربنا يكرمك، مش تشرب الميه زمزم تبلبط فيها كده يا باشا. السلام عليكم.
فاطمة. هي اللي جايه ورايا دي يا عم. نيسه بسنت. نعم. ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقه؟ لو عندك اي شكوى او طلب من اداره القريه تقدري تسيبيهم في الريسبشن. لا انا عايزه حضرتك في حاجه تانية خالص. انا لا جيت هنا ولا حد جاي ياخد درينك وماشي. انا ها عايزه شغل. طب وليه يجي يقدم على شغل؟ بيجي كده ايد ورا وايد قدام؟ ولا انت جايه النهارده تكلميه عن نفسك وبكره تجيبيه شهاداتك ومؤهلاتك؟ ما هو انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه؟ خلاص امشي ولما تعرفي انت عايزه تقولي ايه ابقي ارجعي تاني بس خدي ميعاد قبلها الاول. صوره المؤهل وشهاده الميلاد والشهادات المعتمده بالاربع لغات اللي بتكلمهم اتسرقوا كلهم في الطريق وحضرتك تقدري تتاكدي من اسم الشرطه لان الركاب فيهم ناس كتير بلغت. طب وانتي ما بلغتيش ليه؟ انا في ايه ولا في ايه يا فندم؟ عموما صوره بطاقتي مع حضرتك واللغات اللي انا بعرفها تقدري تمتحنيني فيها دلوقتي حالا، انا جاهزه. بصي احنا ما عندناش اي حاجه دلوقتي الا لو ممكن تشتغلي جرسونه على البحر. ده يبقى كرم كبير قوي منك، موافقه طبعا. من غير ما تعرفي المرتب ولا التفاصيل الباقيه؟ اللي ظروفه زي سعادتك يحمد ربنا. مش يتأمر ويتشرط. ايوه مدحت. هبعت لك بنت اسمها سماح. سماح تسلمها اليونيفورم عندك مكان تباتي فيه وتنزلها في سكن البنات. انا هبلغ اكتر. دلوقتي تروحي على الشط هتقابلي حد اسمه مدحت هيسلمك اليونيفورم ويعرفك هتباتي فيه. متشكره قوي، ربنا ما يحرمنيش من كرمك. أستاذ مدحت؟ أنت سماح؟ أيوه. كيس اللبس فين؟ حاضر. هو في ايه؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ اصل الجيبه قصيره قوي. انت فاكره نفسك شغاله فين يا سماح؟ انت شغاله على البحر يا ماما. يلا جهز عشان في حد مستنيك هيوري لك اوضتك. حاضر. يلا. حاضر. Ha ha ha!
أبو اليزيد أودي الولاد وجيلة. صباح كيوت على أحلى رفارف وكابول. أهلا حسونة بيه. أنا قتيل فنجانك النهاردة، خلي بالك أنا حاجز بقالي كتير. عيني عينيكي؟ أنا كان طموحي أكبر من كده. صعب جدا. أقول لك إيه؟ أموت في الحنين اللي مش مبين. بس مبين حلو. يا ابني اهبط بدل ما مراتك تقفشها. ما هو انت السبب، ما هو انت لو ما كنتش جيت بمراتك كان زمان انا جيت بطولي. الله يجازيك. واحنا بالنسبه للحاجات اللي هنا المفروض نرمي مراتاتنا في البحر احنا الاثنين. بص اللي لبس بتاع ملبس واللي ربى بتاع مربى. اللي واخد عقلك يتهنب انت على طول كده. منوره يا مها. مش باين شكلك بقيت تقلق مني. ما تخافش النهارده هيعدي على خير. اتمنى. سالم بيت مع تحيات جمال بيسو. انا هتشكر له بنفسي. سالم بيت راجع لك يا ابو اليزيد. وحشني جدا. ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ 8 سنين؟ لا 10، من بعد والدي متوفى بسنه على طول. الله يرحمه. بس ايه المفاجاه الجميله دي؟ اخيرا بقى لي ابن عم. شفت؟ اتفضل. والله يا عم انا تعبان جدا جدا، انا جيت من بره دايركت على حضرتك على طول، كنت وحشني قوي. ما تشوفش وحش. بس انت حبيبتي بصي بقى، عايزك توضبي السويت عندنا في الفيلا عشان ابن عمك باسم. ايوه باسم بتاع كندا. لا لا لا، ما احنا هنسيبه يستريح شويه وبعدين نقعد ندردش معاه نعرف كل اللي حصل له. وايه السبب انه افتكرنا بعد الغيبه الطويله دي؟ افتكرنا ده ايه يا عمي؟ وفي حد ينسى الناس اللي هو من صلبهم برضه؟ رافق. الله الله الله، هو انت؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعاوز مني ايه يا اخي؟ عاوز منك ايه يا بنتي؟ انت جبت اللبس ده منين اساسا؟ ها؟ بقول لك ايه؟ الناس اللي هنا ما بترحمش، والمكان ده كله مترشق كاميرات، يعني مش بعيد الحوار ده يبقى متزعل الهوا في مكتب سليمان بيه. يا ابني اوعى خلينا عدي. طب خلاص، خلاص اقفي بقى، صعبت عليا. اقفي. هداري عليك لحد ما اجيب لك طبق كده، شويه جمبري، شويه سلطه. ليك على لحم بطنك من ساعه ما سبت. لا بالحق، انت اشتغلتي ولا لسه؟ بس انا اشتغلت. ما انت لو ما سبتنيش اتنيل اشوف شغلي هترفض وهيتخرب بيتي. الله الله الله، اشتغلتي هنا؟ من امتى؟ يوه انت لسه هتحكي؟ صدق المثل اللي قال، غردقه كلها قد كده. بقول لك ايه يا سيد؟ ابعت اجيب طبق اكل. انت ما تعرفش سالم بيت جرحي صاحب القريه، شكله ايه؟ الله لا يوريكي. ايوه يعني شكله ايه؟ انت مهتميه بشكله كده ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هقول لك عشان ما تتدربيش على بوزك معاه زيي. هو يا ست شكله يا لهوي يما، اللهم احفظنا. تاني بس توجيه على السيره. لا ما تبصيش ما تبصيش، هو اللي هيعدي جنبنا ده. يعني ايه يا سليمان؟ اقرص عليه، خليه ينطق حتى لو فيها طلوع روحه. خلصني. ايه الاخبار؟ اقدر اخالف اوامرك؟ اتفضل يا ديت البيبي، اتربى في عزك يا سيدي. منورين يا جماعه. ضرورك يا باشا. مخابرات مخابرات صحيح يا باشا. ايه دي؟ هبت المخابرات يا باشا. اهدي يا موجه شويه بقى، خلينا نشوف الست مها قارئه الفنجان هتقول ايه الحسوده. والنبي يا سيد الرجاله، بعد ما تخلص قرايه الفنجان خليها تقرا لي فنجان، هتلاقي نفسك بتربع في قعرش. خير؟ قلبك جامد؟ حديد. يبقى هتستحملها. شكلك داخل على سواد يا صاحبي. يا جماعه ادوها فرصه بس تشوف فنجان. خسارتك السنه دي هتقطم ظهرك، بس في حد هيمدلك ايده ووقفك تاني على رجليك. اكيد سالم بيه. هو في حد غيره؟ عم الجدعانه كلها. لا لا لا، انا فعلي مكفيني يعني، اذنكم. مش هتستنى تعرف الباقي؟ انا قلبي مش حديد زي. واضح انك ما بقيتيش بتشوفي اي حاجه تبصر بالخير. انا بقرا المكتوب مش بكتبه. ومكتوب بقى بأني لغه؟ بلغه العيون. واو، ده يبقى فنجان من شارع محمد علي مش كده؟ قالي حسونه بيه.
شوفي لي هخسر كام. مش مهم هتخسر كام، المهم ان في اللي هيعوضك خسارتك. اكيد سالم بيه مش كده؟ مش هقولها لك انت، دي هقولها له هو بيني وبينه لما نكون قاعدين لوحدنا. يما بقول لك يا ست الرجاله، انا جدتي اتلبشت من الوليه دي، مش عايزاها تقرا لي فنجان، شكلها كده وليه نقاقه. يا بنت انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ دي لا بتعرف تقرا ولا تكتب. انا حاجز بعد حسونه. انا هنا.